حول الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من جدة الدكتورة فيفيان وهبي استشارة التغذية. مرحبا بك معنا دكتورة فيفيان. يعني بداية من أولى النصائح التي تنصحون بها هي الابتعاد عن الوجبات السريعة وممارسة الرياضة. بالوقوف على موضوع الوجبات السريعة، كيف اليوم للطفل أن يتخلى عن طعام هو شهي ولذيذ ومتوفر أينما ذهب؟ أول شيء أهلا فيكم، مساء الخير. بالنسبة للأطفال أكيد نحن ما حندغري نمنع من الوجبات السريعة، لازم نفكر أول شيء كيف نحن نأسس الطفل على مبادئ تغذية صحية. هذه بتبتدي دائما من الأهل، يعني الأم والأب كثير مهم أنه شو بناكل، شو بياكلوا بشكل عام، طريقة التغذية الصحية من الصغر، بالمدرسة، بالمقاصف، شو عم يتقدم لهم أكل، شو عم نبعث معهم على المدرسة، كيف عم يتأسسوا على أكل صحي من هن وصغار. وتصير الوجبات السريعة، ممكن ما حقول الوجبات السريعة هي بس مثلا البرجر والبيتزا، بالعكس ما هي ممكن تلاقي الشاورما، الفلافل، في كثير اشياء تعتبر كمان من الوجبات السريعه ممكن الطفل بيطلبها اكثر من مره. يعني كثير بنسمع الاهل بيقولوا لي بعنده الاولاد ما بيرضوا ياكلوا، وحتى هن بيطلبوا الدليفري، بيطلبوا هن الوجبات السريعه على البيت. وهذه اكيد من العادات اللي لازم الاهل يكونوا كثير حريصين انه من هن وصغار يعلموهم على اكل البيت. ما في شيء اسمه نحن نراضي الولد او نكافئه بالاكل الوجبات السريعه، ما تكون ظهرتنا دائما على المطاعم الوجبات السريعه. ممكن اذا الاهل ما عندهم ثقافه عاليه باختيار الاكل الصحي بالمطاعم، اكيد اخصائي التغذيه كفؤ بهالموضوع انه يعلم الاهل كيف يعرفوا يختاروا اكل لكل اهل الاسره. طيب من وجهه نظر طبيه، يعني السمنه لكل الاعمار هي بكل تاكيد مضره ولها اثار سلبية على صحة البني آدم على المدى القصير أو المدى البعيد. بالنسبة للأطفال، هل تزداد خطورة السمنة عن نسبة خطورة بالنسبة لكبار الناضجين أو كبار السن؟ هل السمنة تشكل خطر أكبر على الصغار؟ طبيعي، يعني جدا مهم انه دائما الاهل ينتبهوا على اطفالهم من هن وصغار قبل ما يوصلوا لمرحله السمنه، لانه حسب الدراسات الجديده، غير الرقم اللي هلا ذكرته اللي هو جدا مرتفع، حسب الدراسات الجديده حتى الصغار عم بيعانوا من مشاكل وامراض السمنه اللي هي مثل الدهون على الكبد، ارتفاع بالضغط، ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، او مشاكل يعني غير العوارض النفسيه. باي عمر دكتوره يجب الانتباه على سمنه الاطفال؟ يعني نتحدث عن عمر 3 سنوات 4 سنوات أم أعمار أكبر من ذلك؟ أنا مع أنه الأهل دائما بيراقبوا أطفالهم من أول ما بيخلقوا، لازم دائما يكون في عنا فحص طبي، الدكتور دائما بيكون عم يعمل على CDC شارت، بيشوف وزنهم لطولهم، هل هم عم يرموا بطريقة طبيعية، هل وزن صحي لطولهم أو صحي لعمرهم، بالإضافة هل طولهم طبيعي لعمرهم، هل طولهم طبيعي للوزن اللي هن فيه. دائما في تشارت للأعمار للصبيان والبنات من عمر اليوم، من أول يوم بيخلقوا فيه لعمر الشباب، بيكون عم ينعمل على التشارت نعرف هل هن عم يرموا بطريقة صحية. ودائما الأم لازم تراقب أطفالها، يعني هل ابني أنا نفس الحجم اللي معه بالفصل ولا ابني أضخم بكثير عن الموجودين. يعني كمان النظر فيها هي تقيم هل ابنها بحجم الطبيعي عن غيره. بس أنا مع أنه الطبيب دائما يكون في مراجعات لنشوف إذا ابننا هل هو ضمن المعدل النمو الطبيعي أو أكثر، وإذا أكثر من ساعتها بنفوت بنشوف نعمل تحاليل بنشوف شو المشكلة اللي عم بيعاني منها الطفل. تقريبا بفهم من كلامك دكتورة، يعني مجمل الأسباب تبدأ من المنزل، خاصة عندما نتحدث عن الأطفال. ما رأيك يعني باختصار لو سمحتي بالحلول التي تطرح خاصة في بعض الدول الغربية بزيادة أسعار بعض المشروبات التي تحتوي على سبيل المثال على سكريات عالية أو المشروبات الغازية، هل يمكن أن تكون هذه الخطوة حلول ناجعة بالنسبة للمعاناة من السمنة؟ سؤالك جدا مهم، واكيد ايه، يعني مش بس على المشروبات، كمان على الوجبات السريعه. لما يكون مثلا بتلاقي وجبه سريعه بتكفي عائله، ممكن وجبه من الوجبات السريعه باسعار كثير رمزيه، اكيد كثير اشخاص حيلجؤوا لها. لما بيزيدوا ضريبه على المشروبات ان كان اللي فيها سكريات او على الوجبات السريعه، كثير واحد اكيد بيراجع حاله اكثر. واذا بيلاحظوا على الاسعار الوجبات الصحيه هي كثير اغلى من الوجبات السريعة، يعني سارة بصير واحد أكيد اللي أصحاب الدخل المتوسط ما حيقدروا أو القليل ما حيقدروا يجيبوا الوجبات الدايت اللي هي المفروض تكون أقل تكلفة من الوجبات السريعة. شكرا جزيلا دكتورة فيفيان وهبي استشارية التغذية، متحدثة إلينا مباشرة عبر الهاتف من جدة.